دي كانت ملامح الجمعية العمومية، أيوة. يعني عرضت الكلام والناس وافقت عليه، وكان موجود هذا الحشد الكبير من المثقفين والكتاب. صحيح. توابع ده بقى، يعني بعد ما اعلنتوا البيان النهائي لصاحب الثقة من محمد مرسي، يعني رد الفعل كان عامل ازاي؟ رد الفعل الرسمي من الإخوان كان صمت كامل، ويمكن حالة ذهول، إن ما كانوش يتوقعوا لأنه ده يحصل. إن نقابة من نقابات تسحب الثقة من رئيس للجمهورية أثناء توليه السلطة وبتاع. كانت مسألة غريبة شوية، ما لكن أعوانهم بقى بدأوا يشتغلوا، خصوصا لما بدأ رد الفعل الخارجي لهذا البين. البيان وسحب الثقة، وبدأت وكالات الأنباء الأجنبية تتكلم، ووسائل الاتصال الأجنبية والمجلات والجرائد وبتاع، فحسوا إن في مسألة، يعني ان المسألة مش مجرد بيان من بيان اتحاد معدة. كتاب في مصر، لا. يعني ما هو بيان طلع مليون بيان وخلاص، لا، يعني تحس إنه في، وبدأت حملة بقى لبعض أعوانهم برضو من داخل الاتحاد. الاتحاد، بس مش من داخل المجلس، أعضاء في الاتحاد، يعني كنتش أعرفهم قبل كده ولا عمري شفتهم، يعني الظاهر كانوا منزويين تماما. كامنين برضو. في أصل في نوعين من الخلايا النايمة، في واحد خلية نايمة لكن موجود في موقعه ناشط وبيأدي عمله، وفي واحد منزوي تماما ما تعرفش اسمه حتى ولا يظهر، وفجأة دول ليهم مهام بقى. أيوة في لحظة زي دي هو ده اللي بيظهر، لأنك ما تبقاش عارف هو مين، ولا عارف ماضيه إيه، ولا عليه إيه، ممسوك عليه إيه، ولا بتاع، اسم جديد تماما، ويعني مدخر لهذه اللحظة. اللحظة. فبدأوا بقى وطلعوا، حسب ما عرفت بعد كده، بعد سقوط حكم الإخوان كانت نشرت بعض المواقع القريبة من بعض الأجهزة تقارير رسمية من بعض أعضاء الاتحاد مع بعض الصحفيين أنهم بيحضروا لجمعية عمومية لسحب انسحب الثقة الثقة من من حضرتك. رئيس الاتحاد ردا وبتاع، يعني على الموضوع ردا. ده. فيبقى إذن سحب الثقة اللي احنا عملناه ملوش قيمة، لأنه جاي من غير ذي صفة، صفة يعني، أنا أصلا مسحوب مني الثقة، وبعدين فبالتالي هي جزء فيها شوشرة، يعني شوشرة بالظبط. وإفساد البيان الأولاني. أيوة. فكان ده اللي حصل، إنما الحقيقة ما لحقوش، لأنه أنا الظاهر دايما الوقت الضيق بيبقى بيسعفني مفيد. زي ما أسعفني في أجنحة الفراشة، ما بالظبط. لحقوش ما حدش انتبه. يتنبؤوا لها. فده كان البيان بتاعنا، والجمعية العمومية كانت يوم 21، يوم 30 كانوا خلاص سقطوا. وصلنا للميدان.